كوبا، انا كنت عايز اعرف بس حكم اللي بيعمل شاربه بالموس ومش مسته، يعني ما بقاش مسته اقرأ. يكره. ايوه، لان النبي قال قصوا الشوارب، لم يقل احلقوا الشوارب. الفطرة طب خمس انا قص. حضرتك حاجه تانية دلوقتي، في اخ ساكن مكان امه بس ما حصلش، جه عايز الايجار ما حصلش، وفاق بينه وبين صاحب البيت ما اتفقوش يعني، فهو خلاص ما غيرش الايجار وفضل عايش على ايجار امه 10 جنيه، هو كده يقسم؟ ياسم المفروض ان هو يعمل ايه؟ يسيب الشقه خالص ولا يستنى لما صاحب البيت يجي له لحد عنده؟ هو صاحب البيت وقال لك اخرج، انت رفضت تخرج. لا ما قالوش اخرج، بس هو كان عايز ايجار عالي ما اتفقوش ايوه يطلع برا. يطلع بره. نعم ماشي، وياك.